السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة فرعون موسى. ونستمر مع الشخصيات المرشحة لأنها تكون نبي الله يوسف عليه السلام، ومرة تانية مع الترشيحات الغريبة من الأسرة 18، ومرة تانية مش هنجيب الكتاب لأن بمنتهى البساطة النظرية نافية نفسها بنفسها من غير أي تدخل. شخصيتنا النهاردة هي يويا، وطبعا كتير يعرفوا باسمه الكامل يويا وتويا، تويا اللي هي مراته ويويا اللي هو الراجل. في البداية سبب الترشيح هو شكل الموميا اللي احنا شايفينه قدامنا، لأنها كانت موميا عجوزة وشعرها أبيض، فهم اعتقدوا انه كان لشخصية ملونة ابيض وشعره اصفر يعني اشقر، فقال لك بس ده مش مصري. واللي شاف معانا حلقة خوفو عائلة الملك خوفو هيعرف ان حطه بحرس كان شعرها اصفر، ورمسيس التاني قلنا في الحلقة بتاعته انه كان شعره احمر، فبالتالي مفيش اي حاجة في الموضوع بيقول انه اجنبي. مش يا جماعة يحيى الفخراني ما هو مصري وعينيه زرقاء، مش وطبعا مش قصدي ان انا بقارن دول بيها الفخراني، لا دايما المصريين طول حياتهم كان فيهم كل الالوان الابيض والقمحي والاسود، وده السبب كان السبب الرئيسي في اتهام يويا. ده مش اتهام يعني، في ان افتراض ان يويا كان هو يوسف عليه السلام. ولكن لما بنيجي نفحص التاريخ وبنيجي نشوف أوراقه هنلاقي إن يويا ما كانش شخص مميز ولا أي شيء. هو الموضوع كله في اللي قدامنا دي بنته الملكة تي، بنته الملكة تي اتجوزها الملك أمنحوتب الثالث، وبالتالي أصبح هو حمل ملك، وبالتالي بدأ ياخد مجموعة من الألقاب الملكية، فبقى شخصية مهمة. لما جه يموت ويندفن كان ساعتها في عصر إخناتون، وهو كان الكاهن الرئيسي للإله مين، وبالتالي مش أمون، مين واحد تاني، وبالتالي كان منطقي جدا إن ما يتسمحلوش إنه يحط نقوش في المقبرة بتاعته. لا أتون عشان خاطر بنته اللي كانت بتعبد أمون وزوجته اللي كانت كاهنة الأمون، ولا الأمون. طب ايه السبب اللي يخلينا نقول بكده بيقين ان يويا ما ينفعش اساسا ان يكون نبي الله يوسف؟ زي ما قلنا، واحد كان كاهن للاله مين، اتنين الالقاب الملكية اللي عنده مش متناسبة مع شخصية النبي يوسف واللي ورد لنا عنها في القرآن وفي الكتاب المقدس، والقرآن طبعا هو الاساس بالنسبة لنا. الدكتور سليم حسن بيقول عليه التالي في كتاب طبعا موسوعة مصر الحديثة الجزء الخامس: يويا والد الملكة تي، كان يويا والد الملكة تي زوج أمنحوتب الثالث. وكلمة زوج بتيجي للمذكر والمؤنث، وهك ألقابه: الأمير الوراثي، السمير الوحيد، الحب، حامل خاتم الوجه البحري، والسمير الأول بين السمار، وفم ملك الوجه القبلي، وأذن ملك الوجه البحري، ووالد الإله. وطبعا زي ما قلنا ده لقب تشريفي، وهنلاقي نفس اللقب التشريفي كان عند رخمي رع، لان كتير حاولوا ان هم حتة والد الفرعون والد الاب يربطوها بكلمة ذكرت في سفر التكوين في الكتاب المقدس، لكن ده لقب كان مشهور كتير واخدينه من ضمنهم رخمي رع الحلقة اللي فاتت. مش هجيب لك امثلة تانية، لا ده شوف اول دقيقتين في الحلقة، في حلقة رخمي رع هتلاقي واحد من القاب، والمشرف على ثيران آمون، والممدوح من الإله الطيب، والممدوح كثيرا في بيت الفرعون وعين رب الأرضين، والمشرف على ثيران الإله آمون رب آبو. يعني كان راعي ثيران، كان بيشرف على الثيران والحظائر الملكية، لكن سيدنا يوسف عليه السلام كان على خزائن الأرض، بالتالي مش هو. وكانت زوج يويا تدعى تويا، وألقبها ربة البيت، وهو اللقب العادي لأي امرأة متزوجة، والوصيفة الملكية، يعني كانت من ضمن وصفات الملكة، وده اللي ساعدها
ان بنتها تتعرف على امن حطب وبالتالي يتجوزوا في الغالب يعني، وبالتالي يويا وتويا يترفعوا رفعة كبيرة. فزي ما قلنا الفضل في ان يويا يبقى شخصية مشهورة هي زوجته وبنته. ومغنية امون كانت من كهنة امون والأم الملكية لزوج الملك العظيم والكاهنة المغنية للإله أمون والكاهنة العظيمة المغنية للإله أمون. دي كلها الألقاب اللي كانت لتويا زوجة يويا. وطبعا كان ليهم ابن كمان اسمه عنن ذكر على عدة آثار، جاء اسمه على تابوت والدته تويا، ولقب عليه الكاهن التاني للإله أمون. وألقاب تويا وتويا ألقاب اللي هو عانن ده كان الكاهن سام في يون الجنوبية في طيبة، كان كاهن وكان أعظم الرعيين في بيت الأمير في هليوبلس اللي هو كان تبع عبادة رع وتبع عبادة أمون وبيتاح كمان التلاتة يعني. وقد كان ليويا وتويا غير ملكتي ابن يدعى عنن ذكر على عدة آثار، فقد جاء اسمه على تابوت والدته تويا واللقب عليه الكاهن التاني لأمون زي ما قلنا، وده نفس اللي قلناه هناك. لكن زي ما قلنا الألقاب اللي كانت عند يويا ما تسمحلوش إن يكون نبي الله يوسف، مش لأن الأنبياء بياخدوا ألقاب أعظم من كده، لأن كان في أنبياء فقراء وكان في أنبياء أغنياء، بس نبي الله يوسف أبسط ألقابه أول حاجة خدها كان على خزائن الأرض. فبالتالي ممكن لو إحنا ناشح من عهد نفس الملك ففي تحتمس الوزير ده كان مكافئ لرخم رع الوزير وعمدة المدينة وحامل ختم الملك وسمير الملك الذي يقترب من الإله نفسه. فمنخن يعني كان زي قاضي وكاهن معت ومن منح ذهب الاستحقاق ورئيس القضاة. في كمان أمن حطب الوزير، في كمان رع موسى، ورع موسى ده شخصية مهمة جدا عند فرويد لأن ده بالنسبة له هو موسى النبي، كان تبع إخناتون ولما مات إخناتون هرب بالعبيد اللي إخناتون كان واخدهم في المدينة بتاعته من مصر من محافظة المنيا من العمارنة، وراح بيهم فلسطين وأسس بيهم الديانة وكمل عليها يعني. لو عملنا حلقات لإخناتون أكيد شخصية رع موسى هتاخد جزء أو حيز نتيجة اللخبطة اللي حواليها دي. يدل ما لدينا من نقوش على أن رع موسى قد خلف أمن حطب على كرسي الوزارة، واحتمل أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد اشتراك إخناتون في الحكم مع والده أمن حطب الثالث. وخاع إمحات، خاع إمحات ده بقى كان المشرف على خزائن الأرض وتفصيلتها، من أجل هذا كان يشغل وظائف التالية: المشرف على مخازن الحبوب لسيد الأرضين، والمشرف على مخازن الحبوب في الوجه القبلي والوجه البحري، والأمير الوراثي وعين مال. وبعدين الألفاظ يعني بالنسبة لنا اللي كان في المركز بتاع يوسف عليه السلام في عصر أمن حطب الثالث هو خاع إمحات مش يويا. يويا كان ماسك شغلانة تانية، كان بيشتغل مع المواشي، وده لا يقلل منه، كل الشغلانات كويسة وشريفة طالما بيكسب لقمته بالحلال احنا ما عندناش مشكلة، بس احنا بنتكلم عن شخصية مختلفة في وظيفة مختلفة في ظروف مختلفة. يوسف عليه السلام طلع من تحت لفوق يعني، كان من سجين لموثوق عند الملك لرئيس خزائن الأرض، بعد كده وزير للملك، وبعلمه وفطنته بعد كده القرآن قال لنا إن المصريين كانوا بيضربوا بيه المثل، بيفكروا بعض بيه بعد ما فات على موته، هنقول 100 سنة على الأقل. لكن يويا ما كانش أي حاجة من دي أصلا. نتكلم شوية عن الملكة تي. الدكتور سليم حسن بيقول له: نعلم مما ذكرنا أن الملكة تي كانت زوجة شرعية، وأنها كانت مصرية المنبت وليس فيها أي دم أجنبي كما يدعي البعض، وقد ظهرت على جوانب تمثالي مامون في تمثالين لزوجها من حطب كانوا مسمينهم تماثيل مامون.
وبيقول عنها تاني: ولقد ساعدوا على السيف في طريق قي البلاد الداخلي والخارجي، أن تزوج في باكورة توليه العرش عرش الملك من فتاة من أعظم نساء التاريخ المصري، ذكاء وقوة عزيمة، فقد كان نفوذها في الداخل والخارج من أكبر العوامل في تكييف مصر الإمبراطورية في هذه الفترة. ومن المحقق أن أمنحتب تزوج من تي قبل السنة الثانية من سنين حكمه. ويقول الأستاذ بروستد أنها كانت من أصل وضيع، أي أن الوثائق التاريخية التي كشفت حديثا لا تساعد على الأخذ بهذا الزعم. حقا إنها لم تكن من دم ملكي، ولكن من المحقق أن والديها كانا يشغلان وظائف فوقية في الدولة، فوالدها كاهن الإله مين، وأمها كانت المشرفة على الملابس في البلاط الملكي ووصيفة القصر. وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج قد جاء عن طريق الحب، إذ لابد أن تويا أم تي التي كانت تحمل لقب الوصيفة الملكية ومغنية الإله آمون كانت على اتصال بأمنحتب الثالث في طفولته، وهنا نشأت أواصر الحب بينهما وانتهت بزواجه منه. ولما كان هذا الزواج خارج عن التقاليد الفرعونية المرعية، وهي التي كانت تحتم أن تكون الملكة الشرعية من دم ملكي خالص، فقد خلد ذكر هذا الحادث بعمل تذكار أقام له احتفال خاص، مما يدل على أنه كان عند توليه العرش له إرادته الخاصة ورأيه الدافئ الذي لا يخضع لعرف أو تقليد. احنا بنوضح الكلام ده ليه؟ بنقول قد ايه الملكة تي كان ليها دور مهم جدا في الإدارة المصرية في الوقت ده بجوار جوزها الملك أمنحتب الثالث، وطبعا ابنها بعد كده أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون. فبالتالي منطقي ان والدها ووالدتها ياخدوا تكريم كبير في النص، مش لان هما شخصيات فذة، ممكن يكونوا كانوا شخصيات فذة الله اعلم، بس السبب المنطقي اللي قدامنا ان هما ابو ام الملكة ملك أمنحتب معطي الحياة والزوجة الملكية العظيمة تي العائشة، واسم والدها يويا واسم والدتها تويا، وهي زوجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية حتى كاري وحدوده الشمالية حتى نهرين. ده كان اللفظ اللي على الجعران الملكي اللي أصدره الملك أمنحتب بمناسبة زواجه من تي دي الملكة تي. وكان اسم تي مكونا باسم الملك حتى في الوثائق التي لا داعي لذكرها فيها قط، ولا أدل على ذلك من تدوين اسمها على الجعران العظيم الذي نقش خصيصا لتخليد ذكرى زواج أمنحتب الثالث من الأميرة جلوخيبة بنت ملك ميتاني دوشارت. يعني الملك أمنحتب راح اتجوز بنت ملك متني اللي كان اسمه دوشارتا ودوشارتا أو دوشارتا، المهم فعمل جعران ملكي بالمناسبة دي وحط فيه اسم زوجته الأولى تي، دليل على إنه بيحبها يعني. ولقد أتى عليها حين من الظهر كانت هي المديرة لسكان الدولة، فقد كتب إليها دوشارتا ملك متني رسالة في عهد أمنحتب الثالث زوجها، كما كتب في عهد ابنها إخناتون منوها بأنها هي التي تعرف تسيير الأمور أكثر من أي إنسان آخر، ورجاها أن تعمل على توثيق علاقات الود والمصافاة وأن تجعلها أحسن حالة مما هي عليه 10 مرات، وبخاصة أن تتعفه بإرسال هدايا من الذهب والنضارة. دي صورة يويوتو. الخلاصة طبعا صعب جدا يكاد يكون مستحيل ان يويا يكون هو نبي الله يوسف، لان اساسا كمان الفترة الزمنية متأخرة جدا، احنا بنتكلم في حدود سنة 1350 القرن ال14 قبل الميلاد. كمان لو استثنينا العامل بتاع الزمن هنلاقي ان كان في شخصيات اهم كتير من يويا، لو نركن على جنب الوزراء اللي انا قلت اسمائهم وقائمهات، في الوقت ده شخص كان نابغ جدا أمنحتب ابن حابو او ابن حوبة. أمنحتب ابن حابو بلغ بيه حب الناس له انه اتخذوه اله مع أمنحتب وزير زوسر، قلنا الموضوع ده في حلقة اخ ميراع برضو
وسبحان الله اللي بيخلي الناس تروح لشخصيات بعيدة عن الشخصيات الرئيسية. يعني انت ممكن في شخصيات ممكن فعلا تزرع شك وبلبلة، لكن بتلاقي الترشيحات رايحة لشخصيات بعيدة جدا عن الموضوع. يمكن خلى الناس تشك فيه هو اسمه، وجود اليه والواو يويا، وان المصريين كان عندهم حرف السين والف، فعادي اللي يخليه يقول يويا كان يقول يوسف. الا في الغالب يوسف عليه السلام طبعا غير اسمه. احنا هنا تاني الملخص هو ليه ما ينفعش، لانه اولا مناصبه المناصب اللي أخدها في مصر غير متناسقة مع ما ذكر في القرآن. فيوسف عليه السلام كان على خزائن الأرض، ده كان راعي المواشي أو راعي الماشية الملكية للإله آمون. ومين ارتباطه بآلهة وثنية زي مين؟ يعني احنا لو فوتنا آمون تاني، أو فوتنا رع، أو فوتنا بتاح، أو ممكن نلمح فيهم لمحة توحيدية من بعيد لبعيد كده، لكن صعب نفوت مين؟ اسمه الإله مين؟ هو اسمه كده، وكان إله الحرب عند المصريين القدماء. وتالت حاجة زي ما قلنا إن المكانة اللي واخدها كان مكانة بسبب بنته مش بسبب نبوغ شخصي منه. هو خلف بنت عجبت أمنحته بالتالت فاتجوزها، فبمنتهى البساطة بقى دي مكانة هو وزوجته الكبيرة. وبنته اتعرفت على منحوته بالتالت برضه مش بسبب ان هو كان شخص كويس، رغم ان هو ممكن يكون شخص كويس، لكن السبب الرئيسي كانت ان زوجته كانت شغالة في البلاط الملكي مع الملكة موت مويا. ام امنحوته بالتالت كانت وصيفة ليها، وبالتالي امنحوته بالتالت شاف بنتها فعجبته. طبعا السبب الرابع انت في مقبرته هتلاقي فيه أوزير وفيه آلهة تانية، بس بتلميحات كده نتيجة وجود إخناتون. لو كان يويا هو يوسف عليه السلام، فده هيخلينا نقول إن إخناتون كان من نسل النبي يوسف عليه السلام، وبالتالي توت عنخ آمون سمن اخترع بكل اللي هم عملوه. في ناس بتقول ان سمن اختراع للامانه اخو اخناتون وابن اخناتون، وان هو كان بيدلعه زي ابنه، بس الوضع مريب. اخناتون اخناتون بالذات شخصيه مريبه، مش عارف والله. لكن الوضع الاغلب ان لا، العلاقه ما بين اخناتون وسمن اختراع ما كانتش خشنة، كان فيها سن التراوح. وكمان على فكرة بينسب ليويا ده اللي هو الملك اي اللي مسك بعديهم. فالملخص عشان ما نطولش، صعب بل من المستحيل ان يويا يكون نبي الله يوسف تحت اي وضع من الاوضاع. كمان نقطة مهمة ان زي ما شفنا في اول سلايد خالص لما نيجي نرجع لها، ان مومياءه موجودة في المتحف المصري. يعني بعيد جدا ان نبي ربنا يسيب موميته تبقى موجودة في متحف الناس تتفرج عليها. كرامة الأنبياء أعلى من كده. وبعدين لو قلنا إن ده نبي، طب هل أنت تضمن بقى يطلع لك شوية صوفيين يوم جايين واخدينه وعاملين له مدفن وعاملين له مولد الحاج يويا؟ لما نيجي نتكلم على حاجات زي كده، خصوصا لما يكون ليها حاجة أثرية على أرض الواقع، لازم يكون في حرص شويتين في الكلام. لما نقول قام حطب اللي يلاقي مقبرته يبقى يجي يتكلم يعني. ولو لقينا مقبرته طلع مقبرته فيها حاجات زي اللي في مقبرة يويا او زي اللي في اخمراع، وعرفنا عيلته وعرفنا الناس اللي حواليه وعرفنا ظروفه، طلع مش هو نبي الله يوسف، اكيد خلاص مش هو.
يعني انت ليك الادله، والادله مش لازم تعصرها وتكسر رقبتها وتلفها عشان تيجي على المقاس اللي انت عايزه. نفس اللي بيقول الكتاب اللي بيقول يويا هو يوسف عليه السلام مخلي يويا عايش في عصر الهكسوس ازاي؟ عصر الهكسوس قبل الكلام ده ب 200 سنه. مرة تانية مخليه الموحد بالله، ازاي يا جماعة ده كاهن الاله مين؟ بطريقة ما اثبت ان نبي الله يوسف كان براعي مواشي. جابها منين؟ جابها الكتاب المقدس كان بيقول ان اهله رعاة ماشية، فالفرعون قال له ممكن اهلك لو فيهم حد نابغ نخليه يرعى الماشية. اولا حتى في الكتاب المقدس لو صدقنا العبارتين دول وهم كهنة بيبرروا الماشية اللي خرجوا بيها من مصر، مش زي ما ايبور قال ان هم كانوا سارقينها وهم خارجين، نتيجة ان ناس كتير من المصريين ماتوا فبقى في ماشية بدون اصحاب فاخدوها ومشوا بيها. لا هم بيقولوا انها كانت بتاعتهم. ماشي حاضر اوكي روايتكم صحيحة خلاص، بس هل ده معناه ان يوسف عليه السلام كان راعي المواشي؟ وده لا يعيبه في شيء. احنا هنا مش بنتكلم ان ده يعيب النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان راعي اغنام. النبي داوود عليه السلام في الكتاب المقدس كان راعي غنم قبل ما يمسح كملك وينضم للجيش ويشتغل في الحديد بعد كده. فبالتالي ده ما يبقى، بس ده مختلف مع اللفظة القرآنية اجعلني على خزائن الأرض. وعلاقته المباشرة بالملك، فلازم أي شخصية نفترض إنها كانت يوسف عليه السلام إنه يكون على الأقل كان ماسك نفس المناصب اللي القرآن قال لنا إن هو خدها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.